يا البرد، يا حلقي، والله مو بوقتك، والله مو بوقتك، يا الله. كل هذا يهون اذا نزل الثلج. اذا ما نزل الثلج والله يا صديقي تخسر ناس كثير في الرحلة، والله العظيم. يمكن تدق على البسام يحمل سياراتك والله يوديها الحسن. شوفوا من صدق بيطيح الثلج ان شاء الله. اي ان شاء الله ترى طاح قريب هنا. طيب نقول لا اله الا الله. لا اله الا الله. بسم الله. ايش تسوي؟ كيف بتكلم؟ نروح المستشفى نهد الثلج يا رب. والله العظيم حلقي ما ادري ايش فيه. يا الله له اسبوعين بس لا جاء في الليل، سبحان الله يقبع. ما ادري سالفه امه. على العموم مالك شر ان شاء الله، اجره عافية يا رب ان شاء الله. الحين احنا في مكان احنا تحت الغيمة بالضبط. ايه احنا بننتظر. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ترى انا اول مرة اسوي كذا تدري عشانك والله يا ابو عبد الرحمن. 7 ساعات ما رقدت والله. والله انا ما ادري كيف نمت، انا من تعب قسم بالله خليته. بس ان شاء الله اللي فيها بس ان شاء الله انه ينزل بالثلج يعني. ان شاء الله ينزل الثلج. كيف يا عيال؟ كيف؟ وصلنا المكان هذا، احنا فوق السحاب الحين ننتظر ان شاء الله على الصباح. ما في نجوم وقمر على كيفك؟ والله نجوم ما تشوف. لا والله والله ما هي نجارة، ترى عادي في لحظة تجي سحابة وتعفس الدنيا. ابو طارق ايش ناسي؟ ابو طارق ايش ضايع؟ مو ايش ناسي، يبي ياخذ خيمته سليب باقه ويقول يلا بيفرش بينام. فاضي لحد فاضي والله، ترى قافل علي انا. اوكي ابو طارق رجال ما يقدر يتكلم، اصبر لا ترقد هنا، بشوف مكان ثاني. والله انا ضريت لك في شيء؟ بيني وبينك شيء؟ انا بزعلك في شيء؟ ترى بموت واصل حدي والله. يضحك والله. اليوم كنا هنا في جدة والحين شوف شلون صرنا، يعني خلاص والله تعبانين. كل الناس هنا تنتظر الثلوج زي ما انت شايفين. الناس ايش كثر، شوف الزحمة. الساعة 3:52 في الليل. دقيقة يا ولد، دقيقة. شوف ما شاء الله، شوف الثلوج ما شاء الله. انا جايينك من الامارات يومين في الطيارة ترانزيت على الرياض، ما شاء الله شوف الثلوج. شوف وين الثلوج؟ اقول لك بس المكان اللي انتم فيه ما في سحابه فوقكم. انا الحين الطريق قلت ابوي هناك الثلوج الدنيا طالع. انت ليش ما رقد الشباب هني بالصيح؟ ترى شيء فنادق شيء هذا زهور لقيت تعب كيف راقد شيء. شوف الثلج وينه، خيس عيونه مستوي يقول مال الاسكا. يوسف انصدم قال لي وين الثلوج؟ انتم منين جايين الحين؟ ماني فاهم. والله جايينك والله من الامارات. الله الثلوج عند عبد اللطيف، جينا وصلنا عند عبد اللطيف عينكم ها على الثلوج. صدق والله فوقنا بس ما في غيم. تعال تعال، اما الباقي كله غيم. انتوا كم واحد الحين؟ زهير انتوا كم واحد؟ نحن كم واحد؟ انا اللي عندي خلاص كلهم راقدين في السياره، ثلاثه في قدم تعبانين فاقدين الامل نفس اللي عندك هاي. زهير تعال شوي، زهير تعال شو الثلج؟ شوف ثلج ما شاء الله. انت شو انت توقعات مال انت متى يجي هذا الطريق 2000 كيلو؟ اي والله واجد. تفكر اني ثلج يجلس داخل ثلج صح؟ ايه. هذا شو؟ شمس. انت شوف كيف نوم داخل سياره انت؟ شلون نوم زهير؟ اقول لك نايم على الكرسي، اقول لك قوم ثلج، ها؟ كان يطالع شمس قال وين الثلج؟ بجيك بجيك دقيقة بجيك. أول شيء الله حي. الله يحييك ويبقيك. تعال 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 تعال. مرحبا أبو سيف. مرحبا.
يلا حية الحمد لله على السلامة. الله يطول بعمرك يا بعد راسي، والله تعبنا تعب أمس. أنا ودي إني أضيفكم دالحين في المكان، لكن خلنا نروح لطريف إن شاء الله. أنا أحس هذا لو نش بيسوي من ها من؟ ما يعرف شو السالفة الحين، لو صحة هذا وشان ما في ثلج. أنا أقول لك مصيبة، أي مصيبة. أي متى أنا تحسبه قام قوم بطارق، بطارق قوم ثلوج، قوم قوم بسرعة، الحق بطارق الحق. أنت مو بجاي على الفاضي، الحق بطارق الحق، انت بطارق على الفاضي الحق، طالع الحق عبالك جاي على الفاضي، الحق 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 حمود، الحق حمود الحق، صور صور بسرعة قبل لا يروح يذوب، بيذوب بيذوب محمد بيذوب بسرعة. قوم قوم وين حيوانك قوم قوم شوف الثلوج، قوم 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 اطلع برا شوف الثلوج بسرعة قبل لا تذوب بسرعة، الشمس طلعت يا اخي احتنت قص عليك. شوف ما شاء الله، شوف شوف ثلوج، شوف ثلج. شنو ثلج؟ مو بثلج ذا، شو هذا عيال؟ هو قال لي زين نفس الثلج. قم 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 بنروح الفندق، قم قم بنروح الفندق. قم قال اليوم قال بيدلعك اليوم، قال بيدلعك اليوم والله، ما بيدلع منه ولا بشيء. ليش؟ ابي الفكه بس، ها شكله ابغى يروح مع سم فور. اي والله دب القطب شرط دب القطب ما ادري وين راح، ما ضبط هناك ما في كبايه خلاص. في واحد جديد جاء القروب ما شفته؟ وين؟ هناك في الزاوية راقد. وينه؟ هي سيارته؟ من القصيم جاي، من القصيم خوينا، جاي واحد جديد يساعدكم. قم 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 أنا جايب لكم أربعة ينضمون للقروب. الحين قروب ردينا شكلناه أكبر. أظله شلون تسوي؟ أنت تبغى تروح برايك أنت، عادي جايبين أربعة غيرك. السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا بك صديقي، صباح الخير. أول شيء ذرة ما في ثلج. لا بأس، رؤيتكم هي أجمل من الثلج الذي هو موجود على الأرض. شو رأيك بي؟ أيوه بكل تأكيد، جئنا هنا وشاهدنا الأمطار عند المطار، ولكن هنا لم نجد شيء، ولكن وجدنا الأفضل من المطار هو تواصلنا معكم ولقاءنا معكم. الله. وليس لقاءنا معكم هاي بنا صديقي. شو رايك فيه؟ لا أقول لك بعد ينفع، ما يحتاج تشغل جوجل ماب عندك. عطتك الاستمرار بشكل مستقيم بعد 70 كيلومترا ستكون الطريف على اليمين، لقد وصلت إلى وجهتك. والله ابو طارق اني اسف، وخر وخر ابو طارق، اسمع وخر اسمع والله يقول شل... اسمع زين زين اسمع ارجوك 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 انا بقول لك شيء، ارجوك بقول لك شيء زين والله يوم رحت تسعدين. لا 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 اسمع، انا من الامارات عشان قول لا اله الا الله، قول لا اله الا الله، قول لا اله الا الله. سو زين بس اسمعني، خلي خليت فاهمه زين، ايش قلت لك؟ اسمعني انت بس زين، قول لا اله الا الله. انا بقول لك شيء، والله انا اسف، انا الامارات ترى صارت هالشيء كثير زين. انا بقول شيء قبل والله، طب انا ابو طارق، ابو طارق شيء واحد وشو؟ وشو في توقعات؟ بالك متوقعات جبل اللوز، خلاص جبل اللوز والله خلاص، بنروح جبل اللوز، تعبت والله خلاص، اخر خلاص اخر طارق، طارق طارق احنا اخوه والله، تعبان وخر وخر خلاص، احنا اصحاب، احنا اصحاب، ما ابي اشرب شيء، وخر وخر. وطارق بطارق بطارق لا تفشلنا عند الرجال، شوف تكفى تفشلنا، كلهم جايين عشانك والله، جايين عشان الله. طيب ايش تبي يعني؟ مو انا ماني مفتش منك انت، انا مفتش من الشباب.